بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل اليوم برضو في شابتر واحد. وصلنا آخر مرة حكينا عن باكت سويتشنج والسيركت سويتشنج. طبعا لما أحكي أنا هنا الباكت سويتشنج، طبعا في الباكت سويتشنج الريسورس بتكون شيرينج، بتكون الكونكشن سيمبلر، مش محتاج أنا أعمل استابلش للكونكشن قبل ما أنا أعمل سند للمسج اللي عندي، تمام؟ طبعا بس في الباكت سويتشنج ايش بكون في عندي؟ بكون في عندي هنا احتمالية يصير في ازدحام في الشبكة عندي، احتمال يصير ازدحام في الشبكة عندي، وهذا حيعمل ديلي وحيعمل ممكن يعمل لوس للباكت اللي عندي، تمام؟ عشان هيك انا محتاج بروتوكولز توفر لي الريلايبل داتا ترانسفير، ترانسفير بدرجة موثوقية، وتعمل لي برضه كنترول للكونجشن، التحكم في الازدحام اللي عندي، تمام؟ طبعا how to provide circuit like behavior، يعني انا هنا حكيت circuit switching، انا ال resource حتكون في sharing في resources، ولكن انا محتاج انا اعمل establish the connection بالبداية، مش حيكون في عندي congestion في الشبكة، تمام؟ مش حيكون في عندي اللي هو ال packet losses والشغلات. طب كيف انا ممكن انا ال circuit like behavior في ال packet switching؟ لازم انا اعمل جرانتي للباندويث، وهذا محتاجه انا للاوديو والفيديو ابلكيشن، تمام؟ لازم انا اتاكد من الباندويث اللي عندي بتأدي الغرض اللي عندي هذا ولا لا، تمام؟ A human analogs of reserved resources circuit switching versus on demand allocation اللي هو الباكت سويتشنج. اذا بحكي لي مثال من الحياه اللي عندنا على السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج، على سبيل المثال انا بدي اروح على مطعم، قبل ما أروح المطعم بدي أتصل في المطعم وأحجز الطاولة المعينة، وبدي أجي بالمكان بدي أجي في الوقت الفلاني، تمام؟ فلما أروح على المطعم على طول الطاولة تبعتي حتكون محجوزة و حقعد فيها، تمام؟ أما في الباكت سويتشنج لا، في الباكت سويتشنج أنا مش محتاج أنا أتصل على المطعم اللي بدي أروح عليه، مباشرة حروح على المطعم اللي عليه، إذا المطعم اللي بدي إياه، إذا كان متاح فيه طاولات متاحة أوكي حجز على الطاولة المتاحة، إذا كان فيش طاولات متاحة إيش حيصير في عندي؟ حضطر أنظر أو أروح أشوف مثلا مطعم تاني، تمام؟ هذا مثلا مثال بسيط على human analogs، يعني مطابق للسيركت سويتشنج والباكيت سويتشنج، تمام؟ نيجي نشوف الانترنت ستراكشرز. زي ما حكينا الانترنت هو عبارة عن شبكة من الشبكات، نتوركس، نتورك اوف نتوركس. طبعا الان سيستم كونكتد تو انترنت فيا اللي هي من خلال اللي هي الاي اس بي، الانترنت سيرفيس بروفايدر، زي ما احنا حكينا قبل هيك. طبعا الانترنت سيرفيس بروفايدر هذا الشركة المزودة لخدمة الانترنت، تمام؟ ممكن تكون في المدينة اللي هو عبارة عن شركة، ممكن تكون عبارة عن ممكن الجامعة وهكذا، تمام؟ الاكسس الاي اس بيز هذه لازم برضه تكون انتر كونكتد، لازم تكون انتر كونكتد مع بعض، تمام؟ so that any two host can send packet to each other، تمام؟ ممكن الهوست الاولاني مشبوك بالسيرفيس انترنت سيرفيس بروفايدر واحده، وهوست ثاني مشبوك في سيرفيس انترنت سيرفيس بروفايدر ثاني، ولكن لازم يكونوا ايش في كونكشن بيناتهم، تمام؟ وهذا الكونكشن حينتج لي عندي نتورك اوف نتورك، تمام؟ الكونكشن هذا حيكون غالبا كومبلكس الاستراكشر اللي عندي هنا، تمام؟ طيب على سبيل المثال given millions of access ISPs how to connect them، كيف انا بدي انا اعمل كونكتد للمزودين خدمة الانترنت هذول الانترنت سيرفيس بروفايدر، تمام؟ طبعا ممكن انا ايش اعمل اللي هو كل واحدة اشبكها ب تاني. بصير في عندي هنا المش كل انترنت سيرفيس بروفايدر اشبكها بكيبل مع انترنت سيرفيس بروفايدر تاني، تمام؟ ولكن هذا طبعا هذا مش عملي، مش براكتيكال، تمام؟ و does not scale، يعني هنا في الكونكشن على الكونكشن ان سكوير، يعني كل ما زاد واحد في حيزيد من المقابل انه ان سكوير، تمام؟ فهذا الاستراكشر هذا اللي عندي لا مش براكتيكال، تمام؟ ومش افيلبل اكيد طبعا. طيب الاوبشن الثاني ان انا اعمل كونكت ايتش
اي اس بي تو 1 جلوبال ترانزيت اي اس بي، تمام؟ يعني هذا الاي اس بي انا اشبكها ايش مع جلوبال اي اس بي، تمام؟ اذا هنا حيكون هذول عبارة عن كاستمرز، تمام؟ لمين؟ للبروفايدر هذا، تمام؟ طبعا هنا في النهاية طبعا اكيد هذا عبارة عن شركات، وحيصير في ايكونوميك اجريمنت بيناتهم، تمام؟ طيب ما دام في ايكونوميك اجريمنت بيناتهم طبعا، وكلها يعني وحدة، تمام؟ برضو مش يعني مش براكتيكال انه وحدة بس تشبك كل الاي اس بيز الموجودة على مستوى العالم، تمام؟ عشان هيك حيكون في عندي انا اكتر من اي اس بيز، تمام؟ حيكون في عندي اي اس بي مثلا A ال B وال C، تمام؟ هذه اللي هي اللوكال اي اس بي حتكون مشبوكة مع واحدة من هدول، تمام؟ اوكي، هلقيت انا في عندي الهوست مثلا موجود هنا، الهوست هنا، والهوست مثلا هوست تاني، او السيرفر موجود هنا، اوكي؟ من خلال الاي اس بي اوكي بقدر انا اعمل اتصال بيناتهم، ولكن على سبيل المثال لو كان مثلا السيرفر هذا موجود هنا شابك على الاي اس بي مش حقدر، تمام؟ عشان هيك برضه هدول الاي اس بيز لازم يكونوا برضه كونكتد مع بعض، الاي اس بيز هدول كونكتد مع بعض، تمام؟ سواء يعملوا بيرينج مع بعض او يعملوا اجريمنت مع بعض، تمام؟ طبعا بيرينج ممكن انا اعمل انا ايش الكونكشن الاي اس بي هذا سي مثلا مشبوكه مع البي من خلال مثلا البيرينج كونكشن، تمام؟ او من خلال اي اكس بي، هذا عباره عن مثلا هذا عباره عن بيلدينج او عباره عن شركه تانية اللي هي هذا حتعمل بيرينج بتوين الاي اس بي المختلفه، تمام؟ اللي هي الانترنت اكسشينج بوينت. طبعا هذه الشبكات لما الشركات هذه بتعمل بيرينج مع بعض ممكن يعني تستفيد من تقليل الكوست بيناتهم، تمام؟ بدل ما مثلا يكون الكوست بناء على الاب ستريم او الداون ستريم اللي عندهم، بيعملوا هنا بيرينج، يعني فبصير في عندي عندهم منفعة متبادلة، فبصير مثلا فري كوست بيناتهم او اشي زي هيك. طبعا ممكن يكون برضو في عندي هنا ريجيونال نتورك او ريجيونال اي اس بي، وفي عندي كونتنت بروفايدر نتورك اللي على مستواهم كلهم، تمام؟ اللي هو هنا حيكون هذا شكل الهيراركي اللي عندي، تمام؟ طيب ايش حيكون في عندي هنا في الليفل تحت هنا اللي هي الاكسس اي اس بي. الاكسس اي اس بي هذه كونكتد على اي اس بي اكبر اللي هي خلينا نسميها مثلا اللي هي التير 1 اللي هي على مستوى الجلوبال، اوكي؟ طيب ممكن الاي اس بي تكون كونكتد على ريجنال اي اس بي، تمام؟ في المنطقه اللي انا عندي، تمام؟ او ممكن تكون كونكتد على مباشره مثلا على التير 1 اي اس بي، تمام؟ وهذا برضه هنا، تمام؟ الاي اس بيز هدول مع بعض برضه عاملين بيرنج مع بعض، تمام؟ سواء بيرنج دايركتلي او من خلال مثلا ثيرد بارت اللي هو الانترنت اكسشينج بوينت، تمام؟ طبعا هنا ات سنتر سمول نمبر اوف ويل كونكتد لارج نتورك، تمام؟ طبعا التير 1 مثلا على سبيل المثال هذه الاسماء الشركات اللي هي ليفل 3 الاي تي ان تي على سبيل المثال هذه اللي هي التير 1 اي اس بي، تمام؟ الكونكتد بروفايدر نتورك على سبيل المثال اللي هو الجوجل كونكتد بروفايدر نتورك، هذا عبارة عن برايفت نتورك كونكت اتس داتا سنتر تو انترنت، تمام؟ تمام. طبعا هذه عبارة عن جلوبال كومباني، تمام؟ لها داتا سنترز على مستوى العالم، ممكن هنا تشبك اللي هي داتا سنترز مع بعض، تمام؟ واعمل باي باس يعني طبعا محتاج انا اشبك عليها، تمام؟ ممكن انا اعمل باي باس لمين؟ اللي هو التير 1 اي اس بي، تمام؟ اذا هذا هو الاستراكشر تبع النتورك اللي عندي، تمام؟ حيكون في عندي اكسس نتورك اللي هي الاي اس بي اللي هو اليوزرز كونكتد عليها، ممكن يكون في عندي ريجنال ASP Service Provider. Service Provider هذا حيكونوا connected مع بعض، تمام؟ حيكون في عندي اللي هو الجلوبال ASP أو اللي هي Tier 1، تمام؟
اللي هي حتعمل كونكتد للريجنال اي اس بي هدول مع بعض، على اساس كلهم هدول يكونوا كونكتد مع بعض. في النهاية كله حيكون كونكتد مع بعض، مثلا هذا كونكتد مثلا مع هذا، اوكي، من خلال الكونكشن الموجودة عندي هنا. طبعا هذا مثال على التير 1 اي اس بي. طبعا في حاجة هنا اللي هي البوينت اوف بريزنت. كل كاست اللي هنا هدول عبارة عن كاستمر اي اس بي، حيكون اللي هو البوينت اوف بريزنت اللي هو حيكون هو مع راوترز او مجموعة من الراوترز موجودة في الاي اس بي. تمام، هدول لمين خاصين؟ خاصين لمين؟ للي هي الكاستمر اي اس بي، تمام، اللي هي عبارة عن نقطة الوصول للإنترنت من خلال الـ ASP. نشوف هنا موضوع برضو موضوع الديلي وموضوع اللوس. ليش بصير في عندي هنا لوس؟ اوكي، الباكيت كيو ان راوتر بافرز، زي ما حكينا قبل هيك في المحاضرة اللي فاتت، شفنا اذا كان هنا الريت هذا تمام اكبر من الريت اللي هنا، تمام، يعني هنا الراوتر بيستقبل باكيتس بمعدل اسرع منه يطلعها من عنده، تمام، فبتخزنه الباكيت وين؟ في البفر اللي عندي هنا. طبعا البفر هذا اذا كان مليان واجا باكيت جديدة فحيصير لها دروب، تمام، والباكيت هذه قديش امضت وقت في الكيو قبل ما انا اعملها ترانسميشن؟ هذا اللي هو الكيوينج ديلي. تمام، طبعا الكيوينج ديلي هذا مختلف، يعني مش ثابت، مختلف. تمام، طبعا هنا اذا كان هنا في عندي فري بفر الارايفنج باكيت دروب اف نو فري بفرز، اذا فيش وسع في البفر هذا فالباكيت حنعملها دروب بلس. اوكي، طيب نيجي نشوف الباكيت ديلي، ايش هو المصادر الديليز او ايش انواع الديلي اللي عندي. اوكي، شفنا احنا الترانسميشن ديلي، في حيكون في عندي اللي هو النودال ديلي، الكيوينج ديلي، البروباجيشن ديلي. التوتال ديلي هيكون الديلي للبروسيسنج ديلي زائد الديلي للكيوينج ديلي زائد الترانسميشن ديلي زائد البروباجيشن ديلي. طبعا البروسيسنج ديلي اللي هو التايم اللي محتاجه انا عشان اعمل فوروردنج من الانبوت بورت للاوتبوت بورت، تمام، على اساس اللي هو قبل ما يصل للبفر. والكيوينج ديلي اللي هو التايم الموجود، التايم اللي بتقضيه الباكيت في الكيو بتستنى ان اعملها ترانسميشن. طبعا الترانسميشن ديلي معدل ان انا ابعت الباكيت عندي على اللاين عندي هنا على اللينك، تمام. البروباجيشن ديلي التايم اللي محتاجه توصل الباكيت من هنا لهنا، هذا البروباجيشن ديلي. طبعا هنا البروسيسنج ديلي هذا، تمام، والكيوينج ديلي انا مش هقدر اعمل له كالكوليشن، تمام، ولكن هذا يقدر تقدير. اوكي، الترانسميشن ديلي، الترانسميشن ديلي عبارة عن ال على ار، ال هو اللينك تبع الباكيت بالبيت، والار اللي هو عبارة عن الترانسميشن ريت تبع اللينك اللي عندي، تمام، هذا اللي هو الترانسميشن ديلي، تمام، اللي هو معدل قديش انا بقدر انا ابعت باكيتس على اللينك هذا اللي عندي هنا، قديش بقدر انا اطلع باكيتس على اللينك اللي عندي. اوكي، البروباجيشن ديلي اللي هو التايم اللي محتاج عشان انقل باكيت من هنا لهنا، اللي هو بدها تمشي في اللينك هذا، تمام، قديش التايم هذا اللي محتاجه عشان تمشي. اوكي، طيب هنا عشان انا احسب البروباجيشن ديلي عبارة عن دي على اس. الدي هي عبارة عن اللينك تبع الفيزيكال لينك، قديش الطول تبعه اللينك تبعه، على البروباجيشن سبيد، تمام،
تمام. الاس اللي هي البروباجيشن سبيد، واللي هي غالبا بتكون الرقم هذا اللي عندي هنا. اذا هنا بدي افرق بين الترانسميشن ديلي والبروباجيشن ديلي. الترانسميشن ديلي كمان مره اللي هو قديش انا بقدر انا معدل اني اطلع الباكيتس على اللينك اللي عندي هنا. اوكي، البروباجيشن ديلي التايم اللي محتاجه عشان تقطع الباكيت من المكان هذا للمكان هذا، قديش محتاجه وقت تقطع المكان هذا. طبعا بيعتمد على المسافه وعلى السبيد، على السرعه. هنا هذا مثال يعني تقريبي، هذا عبارة عن لينك، هذا عبارة عن لينك، هذا عبارة عن لينك، هذا عبارة عن راوتر، هذا عبارة عن راوتر، وكل سيارة عبارة عن ايش؟ عبارة عن باكيت. تمام. طيب هنا الكار ايش بحكي؟ الكارز بروباجيت ات 100 كيلو متر بير سكند. وهنا التول بوث اللي هو هذا، اللي هو الكشك اللي هنا، اللي هو هذا عبارة عن مفروض الراوتر تبعي. ايش بحكي لي؟ محتاج 12 ثانية عشان يعمل سيرفيس لون كار، اللي هو عبارة عن اللي هو الترانسميشن تايم. السيارة حتيجي هنا محتاج 12 ثانية عشان يطلعها من عنده، تمام، من البوابة هذه او من الجيت، تمام، اللي هو هذا الترانسميشن ديلي تبع الراوتر. اوكي، ممتاز. اذا هنا الكار عبارة عن البيت، الكار عبارة عن البيت، وهذا اللي هو القافلة كلها عبارة عن ايش؟ الباكيت اللي عندي. ممتاز. طيب how long until الكرفان هذا is lined up before second toll، تمام، قديش؟ طبعا المسافة من هنا عبارة عن 100 كيلو، مسافة هنا 100 كيلو، قديش هنا محتاج وقت عشان يصل الباكيت من هنا لهنا. اوكي، طيب time to push the entire car through the toll، هنا البت الواحدة محتاجة قديش؟ 12 سكند. عشان تطلع الباكت كل هنا قديش حتكون محتاجة؟ 120 سكند عشان تطلع كل الباكت هذه، كل القافلة هذه محتاجة 120 سكند، تمام، اللي هي ال 12 ضرب العشرة عدده. اوكي، تمام. طيب ال time for last car to propagate from first toll to the second toll، تمام، ايش هو ما هنا محتاجه؟ انا هنا حكيت السيارة بتقدر تمشي 100 كيلو متر في الساعة. اوكي، اذا 100 كيلو، وهنا قديش المسافة هذه؟ 100 كيلو على اللي هو هذا عبارة عن البروباجيشن ديلي، اللي هو الدي 100 كيلو على السرعة، على 100 كيلو على اللي هي الاور، تمام. فايش بيطلع هنا؟ 1 اور التايم اللي محتاجه هنا، ساعة، تمام. اذا التايم الاجمالي كله قديش؟ ساعة زائد 120 ثانية، تمام؟ يعني 60 دقيقة زائد قديش؟ دقيقتين، بيطلع 62 مينت. اوكي، طيب على سبيل المثال هنا ايش غيرنا هنا في البروباجيشن؟ اللي هي البروباجيشن سبيد صارت 1000 كيلومتر بير سكند، تمام؟ ان سبوز تول بوث ناو تيك 1 مينت تو سيرفيس ا كار، محتاج دقيقة عشان يعمل ايش؟ يطلع الكار من عنده على مين؟ على اللاين هذا اللي هنا. اوكي، يطلعها من عنده محتاج 1 سكند. طيب will car arrive to second booth before all cars serviced at the booth at the first booth، يعني هنا اول سيارة حتصل على المكان هذا اللي هنا ولسه في سيارات تانية ما طلعتش من المكان هذا ولا لا، تمام؟ هنا طبعا الجواب يس. ليش؟ after 7 minutes the first car arrive at the second booth the three cars still at first booth، تمام؟ وهنا نفس المبدأ هنا، تمام؟ هعمل هنا انا ايش هعمل؟ طبعا هنا صارت السرعة اسرع، تمام؟ فهنا السيارة هذه حتصل هنا، تمام؟ ولسه في سيارات تانية لسه ما طلعوش من المكان هذا. ليش؟ لانه البروباجيشن ديلي، البروباجيشن سبيد صار عندي اكتر، تمام. واذا حكيت هنا انا اذا بدي اعرف الوقت انه توصل اخر بت هنا، اخر سيارة على المكان هذا اللي هنا، طبعا زي ما حكينا هنا، تمام، ايش حنعمل؟ حيكون هنا كل واحدة بدها 1 مينت، يعني العشرة عشان يطلعوا من هنا محتاج 10 مينت، زائد مين؟ اللي هو البروباجيشن ديلي. البروباجيشن ديلي حكينا اللي هو
الـ 100 كيلو على الـ 1000 كيلو بير سكند، اللي هو بيطلع 10 الساعة. تمام. طيب هذا اللي هو التوتال عشان توصل آخر واحدة لمين، للمكان. طيب هنا بحكي لي إنه ممكن تصل هنا أول سيارة أو أول بيت هنا، ولسه في هنا بيتس ما طلعوش من المكان من الحاجز هذا. أوكي. لأنه هنا على سبيل المثال بعد 7 دقائق، طبعا بعد 7 دقائق حيكون كم سيارة طالعة من هنا؟ 7 سيارات. تمام. حيظلوا 3. تمام. طبعا في الـ 7 دقائق هذه حتكون أول سيارة وصلت على مين، الطرف الثاني، لأنه قديش محتاجة تصل السيارة من هنا لهنا؟ محتاجة 100 على الـ 1000، 100 على الـ 1000 عشر الساعة، يعني 0.1 من الساعة، يعني 6 دقائق، يعني خلال 7 دقائق بتكون واصلة أول سيارة هنا. تمام. ولسه حيكون في عندي 3 سيارات لسه ما طلعوش من المكان. تمام. هذا مثال إنه بس أنا غيرت هنا مين، البروباجيشن السبيد اللي عندي. تمام. الكيوينج ديلي، نرجع للكيوينج ديلي. طبعا الار حكينا الار هذا برمز لايش، اللي هو البيت بير سكند، اللي هو ترانسميشن ريت، اللي هو الباند ويث او اللينك كاباسيتي. ال هو هذا السايز تبع الباكيت اللي عندي بالبيتس. تمام. الاي الافريج باكيت ارايفر ريت، الافريج باكيت ارايفر ريت لمين، على الراوتر تبع اللي عندي. تمام. اذا معدل وصول الباكيت على الراوتر. اوكي. طيب لو حكيت انا، تمام، حكيت ال في ار على مين، ال في اي على ار. تمام. اذا كان هذا قريب من الصفر، تمام، فهيكون في عندي هنا الافريج كيوينج ديلي سمول. طبعا هنا بدي انتبه اللي هي الاي، زي ما احنا حكينا، اللي هي الافريج بت باكيت ارايفل ريت. تمام. يعني اللي هي باكيت بير سكند، يعني الاي عبارة عن باكيت بير سكند، والال هي اللينك تبع الباكيت. تمام. فالالف الف اي بيطلع اللي هو بت بير سكند، الف اي بيطلع بت بير سكند، والار اوريدي عبارة عن ايش، بت بير سكند، فهذا بتطلع ريشيو. اوكي. نسبة. تمام. يعني هنا باختصار، يعني هنا انا في عندي قديش معدل وصول الباكيتس للراوتر هذا. تمام. طبعا انا عندي كم باكيت ايه، طب وقديش السايز تبع الباكيت ال، فهنا بيجيني انا 1000 اي بت بير سكند. طب قديش بامكانه يطلع هنا الترانسميشن ريت اللي هو الار. اوكي. طيب هنا انا بحكي هنا قريبا من الصفر. ايش يعني قريبا من الصفر؟ مين اكبر حيكون، ال1000 اي ولا الار؟ مين المقدار الاكبر؟ تمام. واضح انه الار حتكون اكبر بكتير من مين، الف اي. ايش يعني اكتر بكتير من الف اي؟ يعني معدل وصول البيتس هدول اقل سرعة، اقل من معدل الترانسميشن، يعني هذا انه بيطلع اسرع من انه بياخد. تمام. فانا مش حيكون في عندي ديلي، ديلي حيكون الكيونج ديلي حيكون سمول. تمام. طيب اذا كان هذا قريب من الواحد، اوكي، قريب من الواحد، يعني غالبا يعني معدل انه تجيله الباكيت مساوي لمعدل انه يطلع الباكيت. تمام. فهنا حيكون في عندي ديلي. تمام. حيكون في عندي ديلي، وممكن يكون الديلي هذا كبير شوي. تمام. بس لما يكون هنا عندي الف اي على ار اكبر من الواحد، ايش يعني اكبر من الواحد؟ يعني المقدار هذا اللي هنا اكبر من الار. ايش يعني اكبر من الار؟ يعني معدل وصول الباكيتس هنا اسرع من معدل الترانسميشن تبعه. تمام. فهنا اكيد حيكون ايش محتاج هنا، محتاج يخزن كتير في الوين، في الكيو اللي عندي. فهنا الكيو، فهنا الافرج ديلي في الريشيو هذا حيكون انه حيصل لمين، حيصل لانفينيتي، وحيكون في هنا عندي لوس عالي. تمام. طبعا الريشيو هذه ال اي على ار، تمام، بسميها الترافيك انتنسيتي، والترافيك انتنسيتي هذا بيعطيني مؤشر على مين، على الكيوينج ديلي اللي عندي. تمام. طبعا هذا اللي بدي اياه، يعني طبعا هذا انالوج، اذا كان هذا عباره عن الشارع هو عباره عن اللاين تبعي، والسيارات هم عباره عن الباكيت، فاذا كان هذا قريب من الصفر ففش في عندي هنا ازدحام، يعني فش كونجكشن على طول انا ببعت. اوكي. ولكن هنا اوكي حيصير في هنا انتظار، وفي عندي هنا في عندي ازدحام في الشبكه. تمام. فغالبا هنا انا بحاول اني ايش، ما اصلش لمين، اصلش للواحد. تمام. فهنا لازم انا اعمل ديزاين لعندي الشبكه تكون بحيث يكون الترافيك انتنسيتي أقل من أو تساوي الواحد. تمام. ممتاز.
هيك بنصل لآخر المحاضرة وبنكمل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة.